صباح الخير لكل مشاهدي الام تي في. مثل كل نهار سبت بيتجدد موعدكم مع فكرة باتس، والحلو بفكرة باتس انه بيكون عندنا ضيف مميز ومهضوم، واليوم ضيفنا عم بيعبر عن رايه منه مبسوط ابدا بوجوده بالاستوديو معنا. بدايه بليز خلوني ارحب بباجي الحلوه ضيفتي، اهلا وسهلا فيك. معك كلبك داينسي اللي منه مبسوط عم يعمل وهره علينا كلنا، مع انه هو كلب هالقد صغير بس في كاركتر كثير كبير. اي اكيد. بدنا نحكي اليوم عن اليوركشاير يلي هي نوع هالكلاب، وخاصة انه على عيد الميلاد حصة نوع هالكلاب كثير كبيرة. يا ريت تخبرينا شوي عن خبرتك بهالموضوع. في كثير عالم مالوريزمون على نويل بيعتبروا انه بدنا نجيب كلب للولد تبعولنا كادو. الحيوان منه كادو، سي للحياة كلها. يعني سي هو انسان، هو مش انسان، روح. هو روح عايشة معنا. بدنا ننتبه لها، بدها تاخذ من وقتنا، بدها تلبكنا، بدها تعوي بالليل، بدها ننزلها مش نضلنا مزربينا. ومثل كل شيء بيتربى، بنربيه يكون اجريسيف بيكون اجريسيف، بنربيه يكون رايق وهادي بيكون رايق وهادي. هو ما بحب الاجريسيفيتي. هلا هو الشغله انه مثل ما عم نشوف هلا هالوجه وهالشكل الصغير بخلينا على سوء الحظ نفكر نوع هالكلاب ممكن يكون هديه بعيد الميلاد، لانه بنحسه مهضوم وصغير ومش معقول ما تحبيه. ولكن هل فعلا هالقد هين الاعتناء باليوركشاير نوع هالكلاب؟ مش لانه صغير انه ما بده اعتناء، بده تنظيف، قص شعر، اسنانه يضل على طول مرتب، لانه هذا سانتيريه تريه، بده يروح على العجنينة يمشي يركض، بده هوا، ما بيضل بس انه بالابارتمون. بدايه عن باجي، بس من وين اصلا اليوركشاير؟ من انجلترا. نعم، من انجلترا، من منطقه يوركشاير، مشان هيك اخذوا، ما كانوا هيك، كانوا اكبر شوي، رجعوا افيك لو تان صاروا هالحجم. بس مش لانه صغير، سي ان تري بون شين دو غارد، يعني الارم بتجنن. كثير مهضومين. اصلا الصور اللي عم تقطع اليوم معنا عم بتبين قديش شكلهم فيه يكون مهضوم. اذا بدنا نحكي عن شخصيه هالكلاب بالبيت، يعني اليوم اذا عبالنا نحن يكون معنا نوع هالكلب بالبيت، شخصيتهم شخصيه هينه؟ هل هن كلاب رايقين، كلاب منهم رايقين؟ رايق ومش رايق. اوكي. وما بحب نتركه، انه هيدا كلب، انه لعبنا فيه اول ما جبناه او وقت كان صغير وهيك كبر شوي، معلش خلاص. بيجي هو اذا هو قاعد وصاحبه قاعد بمطرح ثاني، اللي كابابل يجي من مطرح ما هو ويجي بصير يحط راسه على الايد انه يلا حلمسلي او يلا بدنا نلعب، ايه، او بيروح بجيب البلوش تبعوله او لعبه تبعوله، بيجي يلا بدنا نلعب. يعني ذكي كمان. كثير ذكي، كثير ذكي، وبيفهم وبطريقته بيعبر، بيحكي بطريقته. طيب، وإذا بدنا نحكي عن تواجده مع أولاد، إجمالاً منقول الكلب الصغير منه أفضل كلب للأطفال، هل اليوركشاير بينطبق هالشي عليهم؟ هيك إيه ولا. أوكي. بيتربى يكون أجريسيف بيكون أجريسيف، بيتربى يكون رايق بيكون رايق. حتى مع الأطفال؟ هو حتى مع الأولاد، هو من هو من هو وصغير، إذا بيكون في أدولت وولد، إذا الأدولت على التون تبع صوته على الولد دغري هو بيروح بيعوي على الادولت. بدافع يعني. بدافع عن الولد. اوكي. اذا بيكونوا اثنين ادولت عم بيتخانقوا ممنوع، بحب التون الواطي، على طول بده يضل على الرايق. يعني عم نحكي عن كلب صغير ولكن بشخصية كبيرة. شخصية كثير قوية وكثير كثير بحب الاولاد. اوكي. يعني حيلا ولد، هلا مرات بلاقي انا بتلاقى باولاد بيمسكوه بيعملوا له ديناي ما بيحكي شيء، بالعكس. وقت يوجع بيعمل اي هيك وبيرجع بيلحوسلهم ايديهم، انه حتى اذا شي نهار حاول يعض دغري بيرجع بيجي بلحوس الايد او محل معض انه سامحوني بس انا وجعت. ولكن طبعا هالشيء اللي انت عم بتقوليه هو كمان من كيف ربينا الكلب، لانه كمان عم نسمع عن حوادث بتصير خاصه مع الكلاب الصغيره لما اطفال بيقربوا عليهم، الكلب الصغير خاصه بالحجم بتكون رده فعله اكبر. كله حتى الانسان كيف بتربي بتلاقي، مش لانه حيوان انه هيدا هيك بيطلع مثل ما هو. بتربيه يكون اجريسيف، لو بده يكون صغير بيكون ايبر اجريسيف، بتربيه يكون
وقت يمد لسانه يعني كثير مبسوط. بس يعني انا مغرومه اليوم فيه بالشكل اللي كثير مهضوم، ومن هون يمكن هالشيء السيء اللي بلشنا بدايه فيه، انه كثير اشخاص على عيد الميلاد لسوء الحظ بيقرروا يجيبوا هالكلاب كهديه. نحن بفرنسا انه عندهم كلاب كثير وهيك، وعم نعاني من هالشغله من وراء الابوندون. كثير بيصير في مشترى كلاب خصوصا الصغار على عيد الميلاد للاولاد، والاهل بيشتغلوا، الاولاد بيروحوا على المدرسه وكل شيء، وهيدا كلب تريه يوركشاير تريه، يعني بده يظهر، ما بده يضل مضروب بالبيت، بيعمل ديبرسيون. نعم. بصير كل ما حدا بده يدقره بصير يعض او يزعج، بصير يعوي على طول. وقت يجي الفاكانس تبع الصيف بصيروا الكلاب على الطرقات. اوكي. وقت ما انا ناخذ حيوان الكان كبير ولا صغير للحياه كلها، بنحبه مش بنحبه نهار ونهارين او وقت يكون نحن عنا وقت له، لازم كل الوقت. هو التزام وهو مسؤوليه، وهيدا شغله على طول نحن بندوي عليها ببيتس. مش قادرين فينا نجيب بلوش 100%، رغم انه شكله كثير مهضوم، ولكن طبعا الاعتناء فيهم كثير صعب، ومثل ما قلت المسؤوليه مسؤوليه كبيره. كنت عم تقولي اليوركشاير هن تيرير، يلي يعني بالنهايه كلب بحاجة لأنه يركض، كلب صيد إذا فينا نقول. كان هو وهن بالزمانات كانوا يتصيدوا الفيران بالمعامل، هيدا بالتاريخ تبعهم. اليوم لما بنحكي عن كلب تيرير قديش حاجته أنه يركض؟ يعني أنا أوقات بتتصادف بتتلاقي بعالم بيقولوا لك أنه إذا كلب صغير يعني منه كتير بحاجة للاعتناء، ما بده يمشي كتير. هل هالشي بينطبق على اليوركشاير؟ قديه بتدهروه بالنهار؟ قديه بيتطلب أنه يعمل أكتيفيتي بالنهار؟ إذا شي نهار ما نزلته بيسبقني هو. اوكي. بقول له مثلا مرات تكون ظاهره انه مش وقت هلا نزله، بقول له خليك هون خليك هون، انا جو في ترافايي جو ريفيان. بيقعد ما بيحكي شيء، ما بيحكي ولا شيء ولا شيء، ما بينسمع حسه انه ما بيعوي وقت ما اكون موجوده، ما بيزعج الجيران، ما بيزعج شيء. بس اذا هو ضليتني انا مثلا كل النهار ما ظهرته وفتحت الباب بدي اظهر، لا جو في ترافايي ولا شيء، بيسبقني. يعني اليوم عنده الحاجه انه يظهر. إيه؟ تقريبا قديش لازم نظهر اليوركشاير تيرير بالنهار؟ اول شيء له حتى يعمل بيبي على القليله 3 فوا بارجور. اوكي. يعني الصبح والظهر وعشيه، يعني عم نحكي عن تقريبا حوالي التزام 45 دقيقه بالنهار بس للمشي على القليله. ايه على القليله، كل مره ربع ساعه. وبالويك اند اذا الواحد بده يظهر وكل شيء وهيك، بحب كثير يركض يركض بيركض بيركض. طيب، ومن ناحيه التعويه كنت عم تقولي انه كلب بيعوي، هيدي الشغله كمان اليوم الاشخاص اللي عم يحضرونا وعم بركي عم بفكروا انه يجيبوا هالنوع الكلاب لازم ينتبهوا من التعويه، لانه الكلاب تعويتهم فيها تكون كثيره، صح؟ ايه فيها تكون كثيره، وخصوصا بالليل. بالليل بس، مش انه اذا معود على بيته وكل شيء ما بيحكي، مش انه بيجي بضل كل الليل يعوي. مثلا نفترض قاعدين ببنايه وابارتمون، حدا اجى قرب على البيت، مش ضروري يكون ده قرب على البيت، بعوي. اذا بيعرف مين بيحسه كثير قوية وكثير انتليجون، بحس انه بيعرفوا ولا ما بيعرفوا. اضطر اتشك بس شوي صغيره، نحن مشاهدينا رح نضطر ناخذ وقفه كثير قصيره ونرجع نتابع بيتس. عودة لكم مشاهدينا ورح نتابع باتس. كنا عم نحكي عن نوع الكلاب اليوركشاير، وباجي ضيفتي كانت عم تخبرنا شوي زيادة عن نوع هالكلاب. باجي كنت عم تحكي عن التعوية عند هالكلاب، انه هي اذا ما تم السيطرة عليها من هن وصغار وتعاملنا معهم، هن كلب ممكن يكون كلب الارم، يعني بيعوي كثير. كلب الارم بيعوي كثير، ومنا ننتبه لشغلة انه اذا شخص بيعرفه انتليجون كثير، اذا شخص بيعرفه او شيء ما بيعوي، بس انه للحراسه بالبيت بيعتبر حاله كلب كبير عم يحرس، ما بيعرف حاله هالقد صغير. ما بيعرف حاله هالقد صغير، بعدين بده كثير اهتناء اعتناء انه منه كادو. فيني اخذه انا شوي مني؟ روح. انا كثير مغرومه بالتونيو اللي لابسه هيك، فايت بالديكار تبع الاستوديو اليوم معنا. تجي اذا بدنا نحكي نحن شوي باختصار، بدنا نعمل راب اب على الحلقه، اشخاص اليوم عم يحضرونا حبوا نوع هالكلب وعبالهم انه يجيبوا اليوركشاير، بشو بتنصحيهم؟ بده اعتناء مثل الشخص، بده يصير بارتي من العائله. يعني انا عايشه برا جاي على نويل بدي اجيبه معي، ما فيني اتركه لانه في بارتي دو لا فامي.
منه أنا أنفان بس سي لانيمال دو لا فامي، يعني أخذناه من هو صغير لحتى بده يبقى حياته كلها معنا. بدنا ننتبه لشعره، بيطول شعره كتير مثل شعر الإنسان، ما بيهر بس بيطول مثل شعر الإنسان. بده قص، بده حمام، بده تنظيف، لأنه مثل كل شعر وقت بده يتقر بالأرض، لأنه في أشياء بده يمشي على الأرض بيطلع ريحة. وهن قبل الخمس سنين ممكن في منهم كلاب بيكون عندهم بروبليم دنتير، بيطلع ريحة تم كتير قوية. في كتير ناس بينزعجوا من هالريحة ولا بليبار دي زابوندون من ورا هالشغل، يعني بيتخلوا عن الكلب من ورا هيدا الموضوع. ايه بيكون في مثلا اذا واحد من العائلة ما بيقدر يتحمل هالريحة فممكن يقدر يتركوا الحيوان من ورا هالشي. وبدوا اعتناء كان الصبح يظهر وكان الظهر وكان عشية، وحتى اذا مثلا راحوا الصبح واجوا عشية بده كل الوقت بضل انا وين ما اروح وين ما امشي كيف ما بمشي بالبيت على طول وراي. انا بدي اتشكري كثير فاجي باختصار، رغم انه كلب صغير ولكن كلب بشخصيه كثير كبيره، الاهتمام فيه منه هين ابدا، لازم ناخذ هالموضوع بطريقه جديه كثير خاصه بفتره الاعياد، افضل انه ما نجيب الكلب ككادو لاشخاص بنحبهم. هذا كان كل شيء اليوم مشاهدينا بباتس، وقفه من بعدها متابعه ام تي في الايف.